بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فعرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فلم أجده، فخرجت بارزا أطلبه، وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب، فبينا نحن كذلك إذ اتجه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك، فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى، أو حنينا كحنين النحل، وأتاني آت من ربي عز وجل. قال: فخيرني أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين شفاعتي لهم، فاخترت شفاعتي لهم، وعلمت أنها أوسع لهم، فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم. فقال: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته. قال: فدعا لهما صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنهما نبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يأتونه ويقولون: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته، فيدعو لهم. فلما أضب عليه القول وكثروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح من أحاديث المسند، وفيه ذكر الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ادخرها لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. يروي هذا الحديث أبو موسى الأشعري، وجاء من حديث معاذ بن جبل أيضا بمثل هذا المعنى، وجاء عن عبادة بن الصامت أيضا، وجملة الأحاديث يقوي بعضها بعضا. حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه أنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فعرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التعريس النزول للاستراحة من آخر الليل، نزلوا يستريحون من آخر الليل. قال: فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي نزل فيه، أناخ فيه صلى الله عليه وسلم، ونزل ملقاش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت بارزا أطلبه، وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب، كان يتفزعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فين راح؟ الأرض أرض أعداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج لوحده ممكن يخطف صلى الله عليه وسلم، ممكن الأعداء يعملوا فيه شيء. ففزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، بدوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه متجها إليهم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: يا رسول الله، أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك، فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك. يعني أنت في أرض فيها أعداء، وإنك إذا حبيت حاجة بالليل قل حد يمشي معك، ما تجيش وحدك صلوات الله وسلامه عليه. هنا في مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأمر. قال: إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى، يعني هو نايم صلى الله عليه وسلم سمع شيء، صوت زي صوت الطحونة وهي بتدور وهي بتطحن، هزيز كهزيز الرحى، أو حنينا كحنين النحل. يعني ده في ودن النبي صلى الله عليه وسلم صوت زي أزيز النحل، حنين النحل، صوت النحل، يعني هو بيزن. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني آت من ربي، يبقى هنا علامة من الله عز وجل، أم عايزينك في شيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرب سبحانه وتبارك وتعالى
يخير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل شطر الأمة الجنة وبين الشفاعة. اختار، تحب النص الأمة تدخل الجنة ولا أنك تشفع فيهم؟ فما كان من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يختار الشفاعة طمعا في رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. نص الأمة يدخل الجنة ونص الثاني يدخل النار، طيب الشفاعة يمكن يكون فيها أوسع من ذلك فيدخل أكثر الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة. والظاهر أن هنا ثلثا الأمة يعني الثلثين، كان مكتوبة في النسخة خطأ بين النصف، إذا خير بين النصف والتخير الذي يليه يكون الثلثين ما يكونش الثلث. فقال: وبين الشفاعة فاخترت لهم شفاعتي. يعني حتى لما خير إن الثلثين يدخلوا الجنة وثلث يدخلوا النار ولا الشفاعة، قال لا الشفاعة، يختار الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وعلمت أنها أوسع لهم. هذه من رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأمة أن شفاعته فيها مطمع أكثر، يطمع أكثر من ذلك يدخلون الجنة. فقال: يا رسول الله، يعني أبو موسى والذي معه، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك، صلى الله عز وجل أن يشفعه فينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما، ثم إنهما نبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الصحابة حب بعضهم لبعض، حب الصحابة بعضهم لبعض. أبو موسى والذي معه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك. طب وإحنا بس أبو موسى والتاني؟ لا، راح مصحين الصحابة، اصحوا الحقوا اطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، أن تكونوا من أهل شفاعتي صلى الله عليه وسلم. فنبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يأتونه ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنهم يدخلون تحت شفاعته عليه الصلاة والسلام. فلما أضب عليه القول وكثروا، لما يعني تكاثر الناس عليه والكلام بقى لغط كتير وكلام كتير وكل يطلبون، فإذا بهم صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويخبر أن الشفاعة مش بس لك، مش للصحابة، لا، هذه الشفاعة لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. كل من يموت يشهد أن لا إله إلا الله حتى ولو كان عاصيا يشفع فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يطمع المسلم ويرجو رحمة الله عز وجل، ولكن لا يغتر، لا يغتر، لأن شفنا في الأحاديث السابقة كيف أن هذه الشفاعة ستكون شفاعة في الموقف يشفع صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يفرغ الله عز وجل من فصل القضاء بين العباد، وناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يشفع فيهم ويخرجون. فلا يدري الإنسان إنه يكون من أي أهل شفاعة، هل من الشفاعة اللي يكون من الموقف يروح على الجنة، ولا من الشفاعة اللي يدخل النار ويمكث فيها ما شاء الله عز وجل ثم يخرج منها بعد ذلك. فلذلك المؤمن يطمع في رحمة الله سبحانه ولا يغتر بمثل ذلك، ولا يترك العمل، إنما يعمل ويرجو رحمة أرحم الراحمين وشفاعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لزياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول الخادم: ألك حاجة؟ يعني كان في ناس تحب تتطوع بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يخدمونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد لهم هذا الجميل: إن أنت بتخدمني بقى لك فترة تخدمني، طب لك حاجة؟ تطلب مني أديك حاجة؟ فيعطي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الخادم كان ذكيا جدا، فلذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ فقال: يا رسول الله، حاجتي إيه الحاجة بتاعته؟ أن تشفع لي يوم القيامة، أن تشفع، هي دي الحاجة اللي أنا عايزها، إن مش عايز فلوس، مش عايز شيء، لكن عايز أنك تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على ذلك؟ من دلك؟ يعني العادة الناس بيطلبوا أموالا، يطلبوا أرضا، يطلبوا شيء، لكن إيه دلك على هذا الشيء اللي يدل على الفطنة والذكاء منهم؟ قال: ربي، ربي، ربنا اللي أرشدني لهذا الشيء. قال: إما لا فأعني بكثرة السجود. إما يعني ما انتش مالكش طلب تاني غير ده، طب اللي انت بتعمله لوحده ده ما يكفيش، ولكن أعني على نفسك بشيء آخر وهو كثرة السجود، أي كثرة النوافل، صلي نوافل كثيرة تستحق أن أشفع لك يوم القيامة. فعرفنا أن الذي يطلب الشفاعة فليعن النبي صلى الله عليه وسلم بما يصنع لنفسه.
قدم لنفسك من كسرة صلاة النافلة، من كسرة التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، فيشفع فيك النبي صلوات الله وسلامه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. هذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، ده هو من ساعة كان أنس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة له 10 سنوات، عنده 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني لغاية ما بقى عنده 20 سنة وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أنس، أنس يقول: طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لي يوم القيامة. قال: أنا فاعل بهم. قال: أنا فاعل بهم، يعني مش بك لوحدك ولكن بالمؤمنين أشفع لهم يوم القيامة. قال أنس: فأين أطلبك يوم القيامة؟ يعني الناس كثير والموقف عظيم وموقف صعب، طب ألاقيك فين؟ ألاقيك فين؟ فقال: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط أو على الصراط. على الصراط، النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الصراط يدعو للمؤمنين، يمر المؤمنون على الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤمنين: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، نسأل الله السلام. قال: تطلبني عند الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، فرضنا أن أنا اتأخرت مع المتأخرين وما لحقتكش عند الصراط، فين ألاقيك؟ قال: فأنا عند الميزان، يعني توزن الأعمال بعد ذلك. قال: قلت: فإن لم ألقاك، تأخرت أكثر من ذلك، إن لم ألقك عند الميزان. قال: فأنا عند الحوض، عند الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعد ذلك هذا الحوض، إلا ربنا قال: إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، النهر يخرج منه ماء يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أخطئ هذه 3 مواطن يوم القيامة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن دارة مولى عثمان قال: إن لبالبقيع مع أبي هريرة رضي الله عنه، إذ سمعناه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بيقول هذا الشيء، فقال: فتداك الناس علي، يعني الناس حطم بعضهم بعضا، ازدحموا على أبي هريرة يعرفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمين وتكون فين هذه الشفاعة. فقالوا: إيه يرحمك الله؟ قال: يقول: اللهم اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن بي لا يشرك بك. لقيك، يعني الشفاعة يستحقها من آمن بالله سبحانه وتبارك وتعالى، آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان يقتضي التصديق بالقلب، النطق باللسان، كذلك العمل بالجوارح والأركان. فالعبد الذي يلقى الله عز وجل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بالله عز وجل حتى وإن وقع في معاصي، فيستحق شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، عرفنا من حديث سابق أن الله عز وجل بيذكر شفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفع ملائكته وشفع الصالحون، وبقي أرحم الراحمين. يبقى في شفاعات يوم القيامة، شفاعات يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول من يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، بعده الصديقون من هذه الأمة يشفعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعده الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، بعده الشهداء، بعدهم الشهداء يشفعون، ثم تشفع ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم ربنا أرحم الراحمين سبحانه يتجاوز بفضله وسعة رحمته عمن يشاء من خلقه سبحانه. طب هل من المؤمنين من يشفع؟ عرفنا الصديقون يشفعون. طب غير الصديقين هل في حد تاني يشفع؟ فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو الجزعاء أو عبد الله بن أبي الجزعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، قبيلة كبيرة جدا جدا، فيقول رجل من الأمة يشفع في عدد من الناس أكثر من بني تميم، هذه القبيلة العظيمة. فقالوا: يا رسول الله، سواك؟ حد غيرك يقدر على هذه الشفاعة لهذا العدد الضخم الكبير؟ قال: سواي، سواي. قال: قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء مثل عن أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل
ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. ربيعة ومضر كانت ربيعة من مضر، ولكن لحينها يقول إن مضر عدد مضر وهي الأم الكبرى وتحتها ربيعة قبيلة من قبائلها، فكأن واحد يشفع في عدد كربيعة أو عدد أكبر كقبيلة مضر أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي برزة، أبي برزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، وإن من أمتي يعني واحد من أمتي بلغ فضله عند الله عز وجل يشفع لعدد ضخم جدا من الناس أدى ربيعة ومضر، وإن من أمتي لمن يعظم للنار. أسأل الله العفو والعافية. يعني بعض من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من هؤلاء من يعظم للنار، يعظم للنار كأن الإنسان إذا دخل النار مش هيبقى بحجم هذا إلا علي، لا يضخم لها حتى يأخذ كل عضو من أعضائه حظه من النار. أسأل الله العفو والعافية. هذا يعظم للنار، يضخم للنار. جاء في حديث أن ضرس الكافر، ضرس الكافر مثل جبل أحد. ضرس الكافر راسه تبقى قد إيه، جسمه يكون قد إيه، يضخم جدا للنار حتى يعذب أفظع العذاب وأشد العذاب، وحتى يرى حقارة نفسه حين يرى الإنسان نفسه ضخما جدا جدا وهو في النار حقير ذليل، قد إيه بقى تكون هذه النار. نسأل الله العفو والعافية. قال وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها، حتى يكون ركنا من أركانها، يعني زاوية من زوايا النار يكون هذا الإنسان بحجم ضخم في هذه الزاوية من زوايا النار يعذب أشد العذاب والعياذ بالله. من أمتي صلى الله عليه وسلم من يشفع لعدد ضخم جدا من الناس، والعكس أيضا من أمتي من يكون في النار زاوية من زوايا النار وركنا من أركان النار كما جاء في هذا الحديث. نختم بهذا الحديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قد أعطي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي كل نبي عطية فكل قد تعدلها، وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي. آدي الشفاعة، كل نبي أعطي عطية من الله، لك دعوة مستجابة. من الأنبياء كل الأنبياء طلبوها في الدنيا هذه الدعوة، اللي دعا على قومي، اللي دعا لقومي، اللي سأل آية، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليوم القيامة، قال إني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي، وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة، أي العدد الضخم من الناس، وإن الرجل ليشفع للقبيلة، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل، وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين، وأن يشفع فينا رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.